أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم. كله وعن او وناغسان دمانتي بداوديال كوسو دواده برنامج كيني عويسكا قران كريم كا برنامج عويسكا قران كريم كا اين كوسو قادنا دنيارده قران روغا اي علمادينا هدبا عاوا برنامج كا وحمرتي انوغو اه مبارك جامع عبد الله او كوما غدير خادم القران مبارك وكما ادوبين تيك دونا مبارك ورين كوسو دو تي في عالمي جاي ام ام تي في وكو دوهي مصطفى شيفو تلفزيون كا وكو دوهي waa dawdi al mubarak wa hawiyan maallin quraan sidoo kale hadda waa maamulka markiska daarul xifdi ee ku yaala caasimadda somaliland ee hargeysa mubarak muddo 15 sano ah ayuu ku dhax jiray imaamnimada sidoo kale 13 sano ayuu maallin ahaa hadda se waa maamulka gud ee asaasaha maraakista daarul xifdi oo ku taala caasimadda hargeysa in mubarak waxa uu muddo dheer تاجد كتجني مساجد كمفتقة وين الشيخ محمد الشيخ عمر الدريف فرحاد أي نوتا هاي وعاوة برنامج كنا برتكويا سودا كلام مبارك وا قدوميه جمعية دي اوهو الرئيسي الليسان كاقادة وزارة الدين تاية أوقاف تجمعية دي سومالي لان وقتي قو اوچوغي وزير خليل جمعية دي قادة الليسان كا وقدوميه دي ويان إلا ورنشري جمعية الفرقان قبان جرتي ترتنضة een gobolada ee waqtiga rabadaanta waliba in mubarak farxad bay noo tahay in MTV ahaan in aad caawin noortii noogu tahay barnaamij caawisa quraankeebka oo sidoo kale soo dhawaynay walaa in mubarak inta aanan gudagelin wareysiga intiisa kale een waxaan doonayaa naanistaadu waa khaadim quraan maxay kugu baxday kugu baxday naanista khaadim quraan een بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى يا مهضورا نسكله انت كدب وانا مهضنق يا بهضة ام ام تي في ايو ريه نقالك مصطفى شيفو والله لدينا كسور دوادو مقع خادم القرآن طب مقعا وحن لها منا نستن وحن لها مدوكس من هذا مدوكس من طبنسا نضوت waxaan ay ku timi barnaamijyo aan markaasii gacanta kula jiray oo aan aad u qaban jirnay oo aan ka shaqeyn jiray oo ay ka mid yihiin tartanada quraanka waxa weeyaan dalka ka dhacaya tartanada soo runtii hoogay shaqooyinka inta ugu badan aan ka qaban jiray wadooyinkan aan ka shaqeynayay iyo waliba jumciyada furqaan la ilaahdo oo markii ugu horeysay aan aasaasnay aan ku bilownay ardaydii quraanka dhameysay ee xufaad ahayd oo ururkoodii u ahaa bilowgii hore ee madaris kala duwan ee magaaladana ee markaasii ka kala imanayay ee de quraanka aan ka shaqeynaynay ayuu ba magacaas halka ka soo dhashay markaas khaadim alquraan ee laqabkaasi aan soo ku soo qaatay bartaas ku xiraa ilaa hadan halkaas uu ka soo raacay ha way in mubarak uu horta barnaamijka caweyska quraanka ee MMTV ka baxay miya daawada ee barnaamijkan caweyska quraanka ee MMTV ka baxay wan daawada way een runtiina waa barnaamij aad u qiimo badan een oo daayir far badan oo runtii quraaya oo quraanka maasha Allah ee rag badan waxa weeyaan de culumti quraanka si barteen oo ila qiraa'aad gaareen oo mujaaziina oo macallimiinta quraanka imaamiyadii ah
إن إلا ده شيخي إني شغب درشي شغالي صوفي لفتر كيسة أو برنامج كه هلك لقى سيداي أي علماء دي كله رنتي وبرنامج هذا قيمة بدن وأنا نكو هم بليين يا كوب قاعدين يا تلفيش كي إم إم تي في وحن شعلان لها إن أبي ندى قهر كود إنه ما ملاياش الدكسية القرآن سخف ردو إذا أي نقف فائدة يسنو كله أنا هو أرضي بقى إنه هيا ده هذا ما ملاياش وأوينا بتشوغة إنه ما شيخ محمد آدم مامولها جودة معاهدة دار القرآن شيخ سلطان أحمد رنتي مؤسسة أفلح يسقون مامولك شيخ عبد الفتاح معلم شكري أو يسقون مامولا يشي ووينيت كمذا شيخ محمد يوسف وكمذا مدارس كي ووينها مدارس توفيق مامولها دي رنتي دم مامولا يلفر بدن وأنا جن جم بدن وياهيد رنتي لأنه كفى إيدي السنو أيان شعلان هاي لو جسوع سومو وقرآن كأيو بل أهل لغة ورئيستئيو وحويان هذا حالك وحالك مرأيو تحسن أدو سيتش على الله بركا رنتي يبان كفر أحسن هاي برنامجك وانا ضع وضع وي إن واريقو طبعا أذي أقول هذا لأني يراضي بددد لير كنت نحترتي آياتها يعني محايدة مجالك قرآنك إيا بداريسك با إن وحان سيتوس أقود قلي تورنا ورئيسي ينا عاوة وكدو وانا دونا ورئيسو ورئيسي يدي هوري هلقك بحيجة مدام بددد لير كسو شرتي مداريسك حالك مداريسك tartana quraanka ee la qabto ee xiriir dhaaf badan aan maanta aad xog far badan hayso in mubaarigu hadda waxa tahay aasaasaha maraakiista daarul xifdi dabcan macallin quraan baan laakiin markii hore ahay iyo kan maamul baan noqotay waxaan ku kalifeynaad markiis aasaasto daarul xifdi raa bismillaah walaal horta macallin quraan baan ahaa haddana waan ahay oo runtii waa ku faraxsanahay waliba inaan kamid ahay barayaasha quraanka ee ubadka u baraya أردنا وأنا وحيو حتى وأنا وضعيو وادكتها وضع علوم تي قرآن كي كلا وكرسي جودة شراء وأنا كفر أحسن الرنتي إن النقضاء حلقة يا معلمته يرجع أبسطا حاجة مركل الويدية معلم قرآن كي لكن أنا وأنا كفر أحسن هاي لا سبحانه وتعالى إن معدا وين وفتي أه إن نكمل النقضاء معلمين تدكتها قرآن كا تصور على وقذب طلبات هذا سؤال شو يما ضو محاك اللي في إن مهام النقطة أو أترنتي dema calinimadii kor uga yara talacdo waasaas kale u dhignayd walaaleen kulli waxa kalifay anagu waxaan jecelaa muddo waxaan ka shaqeynayay tayeynta madaris quraanka dugsiyadii hore ee aan ka soo ka hawlgalay oo u dambeeyay markaska leeyahay arrahma alkhayri arrahma alkhayri baa leeyahay runtii waxaan ka soo shaqeynayay muddo ku siman 4 sanadood 4 sanadood markaska jahanis waxaan u helay in aan waxa weeyaan de fikrado fara badan oo tayeynta madariska ah iyo quraanka in dib wax weyn loo adkeeyo oo ba tayeysan la soo saaro tarbiyadoodu dhisantay la soo saaro dib loogu noqdo xagga madariska madarasadaasina ay ka duwanaato madariska kale runtii jahaniskaasi waa isu urta galay oo waxa weeyaan in badan waa ku guuleystay laakiin adigu muddo ka dib caqabado xogay yar yimi maamulku is yara bedelay ay soo xogay yara keenay fikradii faraha badnaa aniga laftirkayga guuxayay yaani islaahaa aad xaqiijisid oo runtii aan u arkay markaasi in ay waxa weeyaan de culays tahay oo aan aniguna de culays fikirkiina de ugu taagan yahay jecelahayna inaan bulshadii de bal qaab ka duwan qaababkii hore wax ugu soo gudbiyo madarasad madariskeena hore ka duwan nidaam ahaan maamul ahaan macallimiin ahaan in aan wax weeyo soo kordhiyo oo aanan noqoninuun da dariiqi hore la soo raaci jiray ee madariskeena ku soo gaarnay korto walaal taasa keentay in aan madax banaanaado oo furo ee maraakiista daarul xifd oo fikirkaaga halka ku urin karto oo fikirkaaga ku urin karo in waaga dawdiyal mubaarig markiiska uu gacanta ku hayo ee daarul xifd la dhaab wa markiis ka duwan sida uu sheegay maraakiista kale waqti aanu booqanay waxa ay ardayda u sabeeyeen in ardayga indhihiisa la ilaaliyo oo ardayga indhihiisa lamxayda la eego in waariga arinkaasi maxay hayday in ardayga iyo maxaydayaan indhihiisa jaabinta indha maxay tahay maxaa kugu kalifay inaad ilmo lagu keenay waalidkii kuu keenay atay indhihiisa eegaya bismillaah walaal waxa nagu kalifay kulli barnaamijyadaasi barnaamijyo kalaba dugsigu waa soo kordhiya oo wuxuu ka mid yahay barnaamijyada gaarka ah ee kaga duwanahay goobaha waxbarashada oo dhan guud ahaanba sigaara markan de madaris ku soo noqdo xagga madariska waxaan ugu kalifay barnaamijkan waxa dhacda macallinku waa waalid maamulkuna
دهوا مسؤول بوكيه هي أوبات كانوا دوالد كلا بعدنا ويهي إن وحلاقي يا بأرضي ذا أنه ده وحلاقي يا بأرضي ذا أرضي ذا ونصي لحقلنا ورئيس بالله يا شا أرضي بقرآن كيسي قرن وعي معلن كي بركو قرن وعيو سواش اللي ويدينا قرآن كي ملقون مريء صاق يبت وقت ما هو هالشيء يلمها لفتر كيسي تجابين تأخرسك وحصوب حي أرضي فربضن هو أن أركه هي نبه كتابك وحصوب حي أرضي أن صبور ضع عشر كأركه هنا قرهين فصل الله دينا فرضا قال كود مركه وروح نسكت ضيني بل إن حلوا الراديو المهم مركه وروح لقى يابا جلاس كان كبد دولم على ولقب سيب الجلاس كان المية كم صور راديو ارتجابني وقدم بين وحي نقطتين نور درنا اختار إن رها وحلاص صقر أرضي دي الله بس تحكم ذا إن ليد مرايدي وبهي كبعدنا وحن السوق فردين إن راح نضم ما نجود أهم بأرضي ذا تقصي القرآن كبرنا يسؤدان وحن قصة بيننا تشيكن كي إن رها إلى سبحانه وتعالى هبرك إياه وحن كل جد عين يا جروب كدكتور شينة إياه وحبي تيم كيسة إن مؤسسة الإحسان وليبا إن أهرنتي أرنتها سنة جلا شقي برنامج كاسة نكهر جل إن يدقصي وحصوب حي سديد يلي حدن أرضي وقاركود حساسية أدرن إن ده كليهين قاركود مرايدي هراء لجو إلاوي أو يجلفتر كودي هاسو دعكويمي يقار مرايدو باهن أرضي دي قار أنت غبض نيت والله صحري ومرايدو صحدين تمدون كودن بي إسبدل باكويمي ويا الموح أركا يبوها وحنوصل بحي المصة بورطة لبطة اللعبة دي حاجة الله قد قاقا وحبك أركاهين عشر كنا سبورد اللوغو قريب دي تاسي وحي نقطة ولال إله سبحانه وتعالى في الدقيق إنو اللي نقول قوليو إنا نصوص صارنا برنامج كاسي واي في عنا الله هيدو دي نصور طاقة شوي مكا قرشان نقول جرتا لقاها اللفتر كود يا مقالك إنا ندي بقول نقولنو نويد اللفتر كيدا ولال إيغو إن أوبات كوح لغايا بإن بطن إنا نيدي إيغو آني الشيقين حالة دودة والد كون آنو لسعوني واي مركا تاس ولا لقا ساكينتي واي إن أد بد ما ستاي سيدي بينين أركان إن والدين تو مركا فعل كاسا بيسين ما دام مدرسة الصوماليات مركي هوري فهم كلا لقا هيستي ولا لين هرتهنتي والد كوي سودة ويين والد كوردان واكو فرحين برنامج وكو فرحين بوها سونة دويين او دي رنتي قيمه سقار كالها إن والد بضن ويسود دعيين ودعا دا وحاويان الله سبحانه وتعالى اقبله إن المهي مركي الله شاقي إن أرقيسي خاصي مرايدن أباهي هاي بحرارو كن في عام بين نقط مركا تاسي ولا الوالد كي ويسود دويين برنامج كاس وحانو رنتي اها برنامج ان كودي ريقلين ايو لمان بقوابها وحبرشادة مدارس القرآن كا سكول لدى دوكسية دا دوكسي هو سيد حصري جامعة دا لفتر كودا كودا هان قوب وحبرشونا بربارينها اد بانو قود يريق لنا برنامج كاس انا السمية وايا قوبت فربضان اللغو هايستولي لي هو هو سيا اما هو ساقد ووحويا وحلغي وحبرشادي بكليتي وحا قصبابها انا الوحوي اركهيني وحا قصبابا كتابك بين القرآن كوحبك اخرين كرهينين وارقي سهو سي ارق دوبة aanu wax weeyaan de waxba ku arkayn marka aad baan ugu dhirig gelin laha waa hagaag waan rajaynayaa in taladaasi gaari doonto dhammaan goobaha wax barashada aad iyo aad baan u boogaadinaynaa maamulaha guud ee maraakiista daarul xifdi in boorig maxaa kale ee aad kala kaga duwantihiin dugsiyada quraanka in walaal waxaan kaga duwanahay hadan ku soo dhawaado dhowr arimood way ee wato koobaade waxaan kaga duwanahay حقها فصلتها وي هي ارضيده قاعده شدوده وي ان دكسي اهان نظام كيو فصل كي ترق امان او تلقلنا وي تردا سادي بو حسين تو قرال كو واخرمي وي فصلتها قاير كود وتضبيه طبعا ارضي وي معلن كي سي جانس او خلان ارضيده وي معلن كي سي وارتقي غرو واي 10 كي لوو خليو وقتقي قيب سينه 10 ديارين ارضيده وهلان وي فصلتها قاير كود وشان 20 ارضي way wana fasalada ugu badan way deshan iyo 20 arday maanta marka loo eegayo dugsiyada quraanka ee waa tirada ugu yar ee madaris ka dhigata way tirada ugu yar ay madaris ka dhigata ee wana runtii dhaliil weyno de madaris ka ku taagneyd oo la oranayay ardayda waa la buuxinayaayoon lixdan ba fadhiya ama konton ba fasalkii fadhiya culaysna macallinka laftarkiisa ku ahayd tay xumana walaalkeenaysi way marka horta qodobka ah in تردي أنا كوابني وقطب أدو مهمة إن وأنا قطب بدل مسلين هيوت كدوانتين ولبا مستويال بي أي ليهن أو مستويات شيء مثل القرآن كود صرية أو كله شن يتبين جزء فصل كسر رأيه
إن حلقة دوية بقى وحلقة يبقى لبيه طبعاً أرضي وكل ياتين هل معلن أدوه واي لبيه طبعاً كأرضي قرآن كودي يقي وحبينا دياريان سورة دي حرير سيدو دي أنت ما كان اسمه سوهلة ما كان تحسب مش وحكي صارته ديق نظام كي أها إن أرضي جو الله على مديول رسول قيب واي تي مش وكبح واي دي مسؤوليتنا ونقطهم عن كلف تركيسي والقول حساب تما يا وحنا قلنا سام معلن أرضي كان قرآن كي ما هو مرسي بكل دياري ما كان ولا تحسب وقذبنا ران كرق قذبها أنا كجدوه قضوا بدل الله بعدين كده وإنه يحول حاجة معلمين تا معلمين هان مركنوا قاعدنا إنه أنجا ده شروط وحلقة يا أبا مانتي ده وزارة قيمين سان شيريني حتى وزارة سوق قيمين لهاي جوابها وحبرشة حاجة معلمين قاعدة شدة وقوة أذكى بنكو شرنا معلمين تا إن هذا السديد يطوى معلم بكاه والقلا دوكمنت معناها معلومات كودي لما يسترن أيها معلم والبحر أيضاً سي فيك سوق لما يسترن وإلا أقنتي سكلانو إيجينو سي وحوين أرضي قدي وأدغايا دي وحوين معلومات كديرات كها معاني كو جامعات كو جيره او غيران ذكري هيستا حافظ القران المجاز او دسان دي أرضي كو سو ساريانا و أرضي دينعيه بدن فدسان بو نكونيا نظام كن كو غدوان هي كلي تا كو سو دوادال ول وخا كميدا نشاط ي ديري غلينت واي تكسيده قران كا دي وخا لو يقاناي معلم قران معلم أرضي لا غبجيو معلن كان كو شيغيا با والدك لا يابا ده اني والدكو اي ده ilmaha ku yiraahdaan wali ba ka bajiyaan way ino biriya macallinka dhangad booga dhigan dhangad booga dhigan macallinka quraanka wuxuu noqday macallin ilmihi yara ka baqayo oo deew ka lagu cabsinaayo isna ogo markii madrasadii la geeyay macallinkii u lahaysto walaalti horta meesha waru ka saarn waxaan soo korinay 158 in dheerse gelin ardayda lagu wado musabaqaat loo sameeyo tartana loo sameeyo dhirigelina fasalka usbuucaha ardaygii quraankiisa 5 maalmood ba gashay maamuus loo sameeyo imtixaankii bisha lagu qiimeeyo ardaydi ugu sareysay kubad la soo ciyaarsiyo tartanka kubada cagta ee wiilasha la furo rixlooyin kooban loo kixay ardayda kuwi barbaarinta dee cusub iyo kaxmeeli loo kareeyay aanu soo kareeyno lagu soo ciyaarsiyo ardayba arday uu ka dadaal badnaa nashaad baan ugu bedel بعدين مركا أرضي ولبا سوقا قيب قالوا وحي نقطة دذالكي اللي حوجي مركا حقا سنوى قطب ولبا قطب بدأ آدك مهم كوقه يا حقا نشاطك أن أرى لها نميجي هاو حقا سن اللي حوجي أو مدارس كي يقوبها وحبرشادة بها أي أوبت كي كوه الان صونتش على هذا وحبرشادة وحا أن كل تالين لها إنه إنو كل دي رجلين قيبتي نشاطات كي دي رجلينها إيه تحفيزات كالصين يا أرضي دي لغفر حين أيو iyow xawayaan ciyaarii kala duwanaa way in mubaarigow hadaan haga kaga baxo warbixintaada adiga hankii ka guuxay markaad ka tagayso goobtii hore ee aad joogtay in si aad doontabaad maamulkeed u ahaado ma isleedahay waxuun baa ku mid dhalay baxayda meesha aad furtay markiska aad furtay ma isleedahay hankii ka guuxay in waad ka mid dhalaysay mise wali wax baa qabiya bismillaah walaal hadda ilaah subhanahu wa ta'ala fadligi dugsigu sanadkii shanaad buu galay way yaani markaan haya waxa furan saddex qaybood way saddex qaybood baa furan saddexda qaybood waa qaybta barbaarinta ubadka way qaybtaas oo runtii aan aad u xoojino oo de ardaydi ka soo baxday maanta 8 jir daada maraysa ee qaybta xifdiga ku jirta 14 juzbe quraanka marayaanu kala badbay ku dhaw yihiin way waana qaybta barbaarinta qaybta tahfiidka quraanka uu soo gudbayaan waxaanu soo kordhinay qaybtii tasxiixa iyo ijaazada way shanta sanadood de waxaan oran karaa waxaanu showd dhinac waxay ku noqon kartaa showd dheer oo runtii de madariska marka loo eegayo de madaris badan wax laga yaabo shan sano ka hor furna inaan ku guuleysanin in ma qaybtii tasxiixa iyo ijaazada soo kordhiya ama qaybaha qayb kale ay ku soo daraan laakiin hanka laftirkiisa marka loo soo noqdo wali wax baan noo dhiman oo qorshihii shanta sanadood ahaaba hadda barnaamijkeedu noo gabagabay yahay shanta dambe ku xigta qorshayaal kale oo intan ka sii ballaaran ayaa noogu jirta marka waxaan is leeyahay 900 980 marka soo yareeyo han ahaan qaabkii aan is lahaa dugsiga quraanku uu socon karaa waan socodsiinayo deer dhinacyo badan tusaale ayaa walaal aan is leenahay wad ugu noqonaysaa dugsiyadii quraanka marka dib loogu soo noqdo kana mid tahay qaybta dhirigelinta runtii waxaan xasuustaa barnaamijka barihii markaanu bilaawnay de madariska qaar kood baa laga yaabaa dadka qaar kood inay raadaan caruurta wal ciyaarsiinayaa way rixla loo saaray oo nin caruurta maaman balag rixlada loo saaray maxay uga baahan yihiin kubada cagta maxay ka rabaan inamadu maxaa
ومالنت خميس دي فس حيين بالله قبنا يا هو اللي يقول لي رجلينا يا المي بقران كل جوتش على سينا يا دي ليا بيبريه راحيد لكن ما أنت إله سبحانه وتعالى في اللي هو حقه برنامج كذا أنا قبلنا بإن مدارس كنت خوب بدل صمية وأنا خوب قاعدين يا ما شاء الله ما شاء الله ورجيني يا مدارس في رب ضلنا إن أي هوشة سيجريدونا إن وي بارجع واحد سوق لنا هذا بقى منك مدارس كل سوق لنا إن بعد طبعا كيس سنة قدام بيجي تقصيده قرآنك حايس كبدلي وأيوه طبعا وأوجه يعني معلمين تقرآنك إيوين إيه حصتي إن مير في عن سو جرسيان تقصيده قرآنك بعد طبعا ما دام تاي تشيل كيلوريجي مسؤولية داسي ولو يجوا يوري حدنا يقعد تقويان حدنا طبعا كيس سنة قدام بيجي حايس كبدلي تقصيده قرآنك بسم الله الرحمن الرحيم والله هذا كسر دو هذا تقصيده قرآنك وحايس كبدلي نوع الرماد وي قهر وإيجابيو ده وحويان وناك سوخر نايو قهر نور عليلو واي رونتي دي عنا أنغو أركو أنون ده إسكا سهر حينين لكن مدارس كا حيستا واي سيقودو حيستا واي إن وحارت سوخر ناي معاهدية مراكز لغو برتقراعاتك واي طبان سانكور بكا ديب لغو نقضو مينو لحان شرين واي تاسوا قول أو ما أنت مراكز دي ده إن مع مصابقة دي قراعاتك دلكينا لغو قبان أيو وقول حاجة عينو كعني وهرين وصعني إيه مراكز تاسينا توحو جيهنا وكوهم بليانينا إن وحى صاكر لي طبق سنة ودم بيسي إن لديوان جلي يلا الصقي مدارس القرآن لنا حد دول اللي يري مدارس كل فريجون السعوديون تاسينا لفتر كده وأقول طبق سنة ودم بيسي مرك القرآن كل إيه جيو وحى صاكر لي دبرنامج كي مسابقة دي مدحوينه وان هرد تمسح لك هر لو قبنت شرين ولو إياه دلف تركيده ده أنا واركين حوجي ركلا بمنطقة إن طبعا سنة كبعد واحد صاكر لي معلمين أقونتو ذي كلا تي قرآن كواحوية اللي أنا عدين حصعته والله جاي أبو إني كل يدا شريعة كبحين دكري ماتشستر هايستان قريب كلا إجازة قاتين قارد واحد جاي أبو كل يدا تربية إني كبحين ده حاجة أقونت دلف تركيدينا كرب صاكر taana waxa la oran kara oo qodobada 10 sano kadib soo kordhay halkeen u taaganahay laakiin dhaliila soo baxay way dhaliila soo baxay waxay noqdeen tayadii madariska quraanka ee soo baxaysay oo hoos u dhacday way 10 sano ka horbayno ka xifti wadaagsanayn oo ka xufaad badnayn maanta marka la eegayo xagga tayada marka la eegayo way hada tiradii baa noo badatay way een wax laga yaaba marka inuu imika tusaale soo qaadno سند كاستا دور بقولو أرضي بصوبها. مدرسة كلية تلقى يا بين دور بقولو حفادي كصوبها ولا هذا حفلة دا صد صدح بقولو قفة كصوبها يشاهدون كل شيء. حضنا مسابقة دي قرآن. مدرسة كسور دي رئيس أمار دي كيان سامي شرتو. هل كاس هو بوينت يعني أركهرت. المحيس بدلي وطيادي هو صدع ضي. إن من كلامك لقى قيمة يوم. مسابقات كي لفتر كودي أيها هوسو دعاي وي وحلقة يابا ما أنت عندك أركانون مسابقة دي با رمضان تلا قبطي أو مقالي هرقية سلا قبطي وي لكن اللي اسبوي دي هرطي عقلا مسابقة دا برغي هوري مصطفو هدان دبكو عليو وحد دعي ترتي إن وريق كوباد مسابقة دا رمضان تا دهب شيل بحيوك لتوصالحان أرضي دا سودن كو جوز ترتن كو قليسا أي كاكلا إيمان ترين تقريبا لباب بقول أو مدرسة دود way ardayda oo mararka qaar kood ay soo gudbin jireen tiro 300 arday ah 400 arday la kala reebi jiray way maanta marka loo soo noqdo way 15 madrasadood waxaan ka badnay ayaa gala way waliba 15 madrasadood laftar koodan ku dhaliilayaayo madariskii intay sasa dhinac isku saareen ba madrasad waliba ay diyaarsatay fasalka musabaqaad kale yiraahdo وأنا وضاحين أرديد لفتر كيدي. واي. وحلقة يا با رمضان تي دويتو الأرديد جليسي وأرديد لحسن كهر جليسي المسابقة. ترتك جلي. واي. وأنتي كده بيا ماي. واي. أنتي كده بيسي ماي. وعندي الإسويدية مهمة. الإسويدية. ها. هذا دفع رعي. هل كانت هذا بحين؟ بيان الإسويدينين أن أرديجاني سنة كهر جاي. يعني سنة كده بجري. ولا لو حلقة حرا يوم بدن كه. kalmaha hore kaanta ku wadaba saddexaad inta gashay ma soo noqonin laakiin ardayda kale way soo noqdaan taas waxay ka saartay meesha madaris farabadan
ولغا يابو اما اني عصباين اما اي سندادن كو سو بيري لهاين ان ميشي كبحان سببتنا waxa weeyaan madaris ka qaar koodba 7 sano ka hor Twitter ka galay imi kara soo celinaya musabaqada Ramadaanta ardaygi 2016 ku jiray 17 ku jiray 18 ku jiray ayaa 22 ku jiray waxa laga yaaba madarasada laftirkeeda 7 sanadood in taqriiban 700 arday ka quraan ka dhameeyeen marka ardaydi kala meeday baad leedahay ardaydi kala meeyay marka waxaan u arkaa walaal fata tayadii oo hoos u dhaacday anigu waxaan ku ogaa musabaqadka quraanka iyadoo oo la yiraahdo Ramadaanta waxa bilaabmaya tartankii hadda bisha Shacbaan waliba aakhirkeeda imisa galaya oo galaasada inta la soo maray dhaa hebel anaa galay aan gal oo waliba kaalmo soo galaan way waan ku ogaa oo de markii aan macaahida daar quraan dhigan jirnay saasa la sameen jirayba daar quraan waa inta la soo maray sheekh quraan jiray maamulayaashi musabaqada quraanka la soo dhajiyay imisa ku daray diyaar markaas gacanta la taagay fasalada dhexda macaantaan laga sii qadar ka soo dhay gala arday kasto oo furanta laakiin imi ka timaash oo ka baxdayo arday lagu sii tala galayaba oo Ramadaanta dhan lagu sii tala galayna ta dambe ka qayb galaan arday gaarkooda loo diyaarinayo oo laga yaabo macallimiintooda inay maca gaar u noqdaan oo Qur'aanka 6 sano 5 sano ka hor Qur'aanka dhameeyay ayaa horta musabaqadii Qur'aanka u xiranta way taas waa musabaqada in ya tartanka Qur'aanka dhaliilaha ka jira xagga kale ee igu noqo maxay hadda dariska dhaliilaha jira waye madaris kula la ilaaha jiray aadka runtii aan anigu u soo jeedin la waxa kamida tirada ardayda fasalada way oo runtii aan oran lahaa madarisku dib ugu noqdo way een haqiiqatan hadii noo saamaxayso een fasalkii 12 arday kama aanu badinay halqadu macallin ku haynayo way si arday tayali u soo baxaan laakiin wax laga yaabo duruufo madarisku ku xeeran de inay iska jiraan way een marka horta waxaan oran lahaa intii macquul ka ahayd in lagu soo celiyo oo madarisku tirada faraha badan ee ay meesha ka saaraan tirada badan tayadiiba meesha ka saarasa tirada taya meel isku meel ma galaan taas waa qodob qodobka labaad ee kala walaal jira waxa kamida ee de madariskeenii hadaan dib ugu soo noqdo ee in badan waxa jira macallimiin laga yaabo ee inay yihiin ardaydii madrasada ka dhameysay oo quraanka dhigaysa fasalada taasna waxaan dhinac marka laga eego de dhirigelin bay ardayga u tahay way inuu madrasadu ka dhameeyay musaacid ka noqdo oo de halka lagu dhiso oo uu noqdo de macallin soo baxayo noqdo waa halkeeda laakiin in loo adeegsado ardaygana quraanka buu dhameeyay isaga fasalkan galayo oo kharash yarna qaadanaya way anid macallin maamulaysha qarkood uu eega taasina meesha waxay ka saartay macallimiintii quraanka dhigi jirtay marka anigu waxaan doonaysaa in anigu waxaan doonayaa macallinka quraanka dhigaya macallimiintii quraanku ee runtii dhigi jirtay marka loo eega si rasmi ah madaris waxa ka baxay waxa laga yaaba de maamulku wuxuu ka doorbiday fasalkan yar yar macal ardaygii si weynay quraanka dhameeyeen ku raahdo u dhig quraanka way kana kharash yar xagga kharashka barka la eegayo de macallinkii wax laga yaaba runay quraanka dhigay in xogay kharash oo fiican qaadanay laakiin kana waa ardaygii way oo ardaygu wax laga yaaba xogaygii hadii xogay la siiyo fiican deynta mushaacidka isaga intaas ku filo galaas kana ku jeedaya khibradii macallinka meesha ka maqan meesha fasalkii waxa ka soo baxaya de laga yaabo ardaygan inuu soo maray macallin ardayda karbaashi jiray oo saa ciyaalka quraanka ugu dhigi jiray isna tiyo budariiqo mu maraya way marka taasina walaal waa xayaabahan oran karo een waa waxyaabaha madariska de cilada jiray oo taagan weeyaan qodobka saddexaad ee aan kale aan oran lahaa madariska marka dib loogu soo noqdo een waa qodobka goobaha laftirkooda way goobaha waxbarashada marka loo soo noqdo walaal inta ugu badan waxa laga yaabaa de guriyay ka furan yihiin way guriyaha laftirkoodiina da wax laga yaaba family baa loogu talagalay hal family baa loogu talagalay de gurigii hadii maanta 300 ciyaal ay ku dhiganayaan qolkii laga yaabo hal daaqad leeyahay culays huur caafimaad ahaan iyo jawi ahaan iyo intiiba iyana way ka baxaysa marka taa laftirkeeda bal intii macquula in lagu noqdo oo dambiyada maamulayaasha laftirkoodii iyo wax weeyaan cidii madariska gacanta ku haysa dib ugu noqdaan way soo jeedin lahaa iyadana waa mid kale een waxyaabaha madariska een dhinac kale marka laga eego walaal culays ah haysta way aan soo noqday de taasina waa culays wax laga yaaba madariska in la dhaal lacag badan bay qaadaan way laakiin madariski kiray ku jira macallin baa sugaya hablihi nadaafada sugaya maamulki baa jooga de kiradii intaas oo iyada hawli sugeyso kharashkoodina waa kooban yahay way waxa laga yaaba maanta madarasada quraanka ugu badan $15 bay madaris ku badeen ama 20 $15 inta ugu badani waa $10 madariska
إن يربى أنت قاعدة تعليس كون دريم خرينا هايستا بالمركب واحد نقول لها سكول هذا بوي تيران سكول بقولي قطن ضار لقولك تها سكول بقولي قطن ضار لقولك تو البال جوجي يا بوي تيران مركب واحد سويت شيدين لها مدارس كلفت ركود أنت بالواقع نقطة ست هيدي واحد جاكتو تبل لقالها سلفت ركيس تبل واقع نقطة معلمين تير هيرا سوقية كروين بس سوقية هؤلاء بدن بأول الخطم بيا هيدي هو بتكلفت ركود أنا تتردي كوبنيت بقى صوب عشان مرك خرج كله يروح كرنيو تي واحد كم حيان جلس كلفت ركيس إلا كوبا ديارده كوبر ونقص في عرسك بحيو أدي أدي بقى تسوان تسوان بقولي واحد إنه كودة جنا برنامج كعويس كقرآن كريم كان لكن عو برنامج كواحد إنه أت أقول قاعد على جدنا دكسي هذا القرآن كإيه تنظر القرآن كإيه لقبته يصير أكله بل هذا إيه تيوين كأنه دوان طبعا كيس هذا قدام بي دكسي هذا القرآن كهلك أي مريه إن بباريكو دور إنتلك با إذا كده حيا وزارة الدين تيا أوقفت سي جود مدارسك ولا لين وزارة الدين تيا أوقفت قلت مدارس هو هوستها واي وحي هوسي معدان دكسي هذا القرآن كأودن وزارة الدين تيا أوقفت واي marka dowrkeedu de waxa noqonaya dowr weyn way een waliba waxaan oran karaa muddooyinka sanadadii u dambeeyay baa laga yaabaa xagga madaariska inay xoog saartay wasaaradu way way barnaamij ku soo kordhisay laakiin ilaa hadda lama gaarin een halkeenu soconayno jeclayn de inay wasaaradu gacanta ku soo dhigto oo de awoodi madaris ahaan yeelato een qodobada aadka muhiimkeen walaal xusaya waxa kamida een waxaanu جعلنا هاي دي وزارة دينتي أوقفت ما دام المدارس كي ما مريصو بل إن هلا مدارس وقفي أو دولته لستي أو وزارة هرجليسي والدجموين كي يحافظها مجال هذا خلصان طير فربنا باكرته أرنتي دي لغاية أبو إن يلاي ظروف تؤسامحين إن فيجي مدرسة ده أي بحيان واحد مركز هو كذي ندور كاسو كلوان نجم قيه ما أنت ولي لمش يجيو هل مدرسة oo wasaaradda diinta oo qaftaa dhistay madrasadaas wali deeman arag meel lagu furayo marka halka waxaan oran lahaa horta meenu gaarin tu labaad oo kale de wasaaradda diinta oo qaftu xaqii tayeyntii madaariska barnaamijyada qaar kood way qabatay oo ku aamaneyna in madaariska la diiwaan galiyo in dib loogu noqdo oo ku aamaneyna inay waqtigii midaysay een fasaxa la wada galayay oo ay mid ka dhigtay وقول وانكو أمانينا وزارة دينتي أوقافته إن وانكو أمانينا سيدو كله منهج هنا يوصل ما يصير أو مدارس كي تلاقي يا بمنهج كلفت الجيسة إن وبهي حواقي تبغون نقاش لكن إن منهج كلي يا تمانت مدارس القرآن كوي بضل لقيا يعني إيه دلفت الكيد ولا الوقول وانكو أمانينا لكن دن كله ده واحد أو واحد شعلان لها إن أنت أيكس يحوجسو وي إن وزارة دريس بيس ما يصير إن وقتي قفصح مر هلا وضع قلبيتي امتحان كي ناس يدوك عليه إن بل هذا دريس كأي سمايسي أيان دورية أي كده واقضي وزارة ديتي وقفته دريس كاسيما إسلا هذا هاي إن لو وقع أي كده واقضي هي أمر كاسي أي صار توي أقبل كران مدارس كنا حير القرآن إن ولا لهرت دريس كلفت الكيسة وزارة كده واقضي أنا هو حمارك أقول وي قول بانو أركا وليبا ده مسيري أو مستقبله أو ما أنت مدارس كي أنا من نقطة عنها. إن قابك يقول له واقضي أو كله واحد شعلان لها إن لقد بطبه. أو وعي جلنتي وزارة حوتشيسو واللي بقيبتي ميريه إن لو ده جارسيو أو مدارس كي أو لأن أي جاردة فرين تاس. والله قول له واقف كره. لكن هو حكى ده كأدك فرينتي. وزارة اللي فتر كده هداني فرين كره هينين. تو واحد في عن برنامج كاسينا كيستأكتو. واي ما انت هذيل ليه مدارس كو دي قاعات دريسكي حافظ حافظ بو طابانيسا يي غوري غوري الما الما دو غو تغيسايو معناه دريسكي لوغه بدليا واي هدي وزارتو تراهدو مدارسكي قيبنا بدلان قيبنا تراهدو والله خوغي هاوشو يرو عسلاته وكاديه واي ايدا لفتركيدو صح نقول ميسو واي مركا وحن جعلان لا فرينتان هلكا مريانا تahay وزارتو ورتيني وعي غلينتو خوجيسو انيغا اهان مامولياش سو دوي بانahay واي ان لميديهو مدارسكي قرانكا dereysiyadooda la mideeyo oo mid laga dhigo taawan soo dhaweey waayo culaysi fara badan bay lahayd een waalidka laftirkiisana culays bay ku lahayd marka wax laga yaaba ilmahan inuu xaafadka guuro xaafad kale tago caruurtan dereysiga laga bedelo isku bedel laftirkada may lahayn marka in madaariska la mideeyo la yiraahdo dereyska waxa iska leh dugsiyada quraanka way anigu waa soo dhaweynay wasaaradana waxaan leeyahay waxaan la inooga la idin ka fadhiyaa
وزارة أهان إن أيدون سيدي لو فلي لها برنامج كاسي قيمها بطن مدارس المدارس إن أيو قاري لها يدل خورنا لغة وضقاعدن لها أودنا وأباهنها أرنتي دمد إعلامنا وأباهنها مد وحولين فلينيدنا وأباهنها وزارة دلفت الكيدون كاشا قيسو مدارس كلا صوم رولي لها مدارس دل ما يقاعدن إذا لفت الكيد خطب تقبه وباهنها إلا أقول على أنه وحلقة يابا مدارس دهان ترو بدلني هذا اللي يري ترى سوى قيب تعصب بقاعدنا أنت كرسيد وده راكو صعط تصح نقل ميس مركب وحنا رضا لها حلا وضقاته فلنتي يلا ما شهاتي معطي واي ان وزارة منهج بيسو صارتي منهج كاسي مهير قال إيه بسم الله منهج وزارة صو صارتي إيه واهير قال يسنا ضدي خوري واي لكن واحد مودا حتى انت يضم بي حوغي يرقى بين انو كل عاي وغاني مدارس كلفت الوقت قيبة بطن انو ولي قهارين إيه تانا وحنا رضا لها ديد لفت الكيد السعوسين تيدبو بحانت هل كانوا حسوق عليا كورمير كي مدارس؟ لكن ترى لك بحب سعودين لأنتم منهج كأي ما ملياش وأي نما حيد حدس كسارين مسمى منهج كأي اللي سيه ما ملياش مدارس كاركون ولا لين ولا غير مدارس كاركون اللي سيه قارنا حق سعودين تي أيام كوتشرين مركا توح أوبا هانت هاي ما دام وزارة أوقاف الصوص صارتي منهج كان لغي أبا إن دي بقول نقاش أو بحاجة هيو ملا قارك دي بلاقو نقطة ما بوقت قار لقو صادره أما قار لقديمه أو بحال لقديمه لكن إنه منهج كيسعود أو مدارس في القرآن كان لقو أجهدو هل منهجنا قاعدنا يعني متجر واحد كربير أو أي وزارة سمي ساعة إن منهج كاسي إيو خولها كلا أي فريدش ولا لأن أنتي منهجك ما خبي لو حلا بكون كوبي الله بعثنكي إن كربير كمدارس كوبدنا وزارة أي سمي نسا ويسوم رئيسي وزارة مدارس كأنتو كوبد ويسوم رئيسي لكن هذا أنتي قدام بيسي وكوبنا كورمير كاس واكوبنا مركا واحد سويتش يدين لها قد إذا كورمير كلف تركيز وحبذن بقيمة نسا وحبذن بقيمة نسا وحصو صار نسا دليل فر بذن ودكسية دي حيستا دليلها سمر كلا صور شيء عيب ماها ما أنت هني قام معامله أنا حي هدي وزارة أوقافته يتي ما ضو ولا ده ولا صور كورميري ودكسية أنت نسومري إني كو يلا بيا صدق هي أفريشان تار دليل رضن كو أرجعنا ده وان قاعدنا يوصحية أنا بقول تهيو دكسية هو سعد كيسي هو مدن دونين سيدو كله هالك أو حكذا لنا إسا ده مدارس كي لغي يابو إن إنجازات يقول جهرين إن يقلف تركوا ده القيمة أيو والله هو أبغى المريض لعده دكسية داسي وحي ده أنا هو بجادينينه هقولها قارك قبتين يبرنامج كذا إدارات كن الله نقدين مركو تقييم تاسي كورمير كاس يد لفت الكيد وزارة ده وحنو لا إن هيدور كن سنة عصبة على جلي سنة كان إن كورمير كل حوتشيو ومدارس كلا صامرو منهج أهان إنه صعطة لصامر منهج كينو صعطه لصو إيجو دريس كلفتر كيسي وبرامج كلا قطبة تقو لصو إيجو كوبي وحبرشيد لفتر كود يصير الله صحيح لها واي إن قبل جبادي بيرسو قالني إن بوارقو إن أدوق محات بيسا ما كمان كلا يدعو ترتنك أوكله مسابقات ككدة إن ودن كين إن حنا وصو فود إن ترتنا دي أو بشير رمضان أيا إن فود إن وصو هيسا بترتنا ده لقبتو إن قبل أي بعد كان ده حجور حياة وأتصور الله هذا لقبته. إن بسم الله ولا ترى تنادي قرآن كويس صعدان يا بشر رمضان. وين؟ إن وحنا نرتا ترى تنادي عمر كان دول يستأجو لبي وقيب سمان. وين؟ ترى تن وحلا جاي أبا وح مهملة جمعيات. وين؟ أو جمعيات في جارويه. وين؟ جمعيات ده صوب قبصتي مدارس خاص ما تقوم بقبص أي جلية. وين؟ ترت النوع حمامولا علمي ده نقيب كبدا على مطابو كده عاو ترت كده ذهب شيل وفري سو ومفتوح ومدرسة كاستعد كسوق قيم جلي كرتا وك قيم جلي كرتا ترت النا إن وحمامو شو الزيارد أو قافته هو ترت كده مدحوينه مدو انتبهيه هضم كور لي ترت كده مدحوينه ووح انتبهيه ترت كده مدحوينه هرتالك وح نقدو عيني يا الله سبحانه وتعالى عافيماتك هو الزياديو مدحويني هراء مدن أحمد محمد محمود سيرانيو ومسابقة مدحوينها بالعربي وحن لا إله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كقدره إن تسوامد مدحوين موصنا ووجود عيننا إنه صي وضي إن وحيان برنامج كي ونعكسنا إنه حركة صي وضي أو صي ده وحيان صي صعود مسابقة دي لكن هذا فرين كان هالك المرينا يا وهو زيارة ده مريسة ده مدحوينها لف تركيز سنة تجيسة فرين تاسم حياتها ترتن كان مدحوينه قارو حويه بيلاش واي قيبتي حبلها انه مدحوينه قدروا واي قيبتي حبلها
إنه مدحوينه قدره أو يدنا أي نقطة مسابقة ما يستران وفرين أنو مرينا يحل كان مدن مدحويني يو وزارة أوقاف طبعا أنو مرينا يلا يحي ترتن كاس قيبتي حبلها أي نو باهن هي يدنا لقصاتر قيبتي حبلها ما وزارة يو إن جديدة قعدت كوا هي سترتك مدحوينها أيها كسرتي مسمى ملياشي إن أيان كهينين حبلها أو إن ترتمان أو أي كان تو تسوقلا أي أي أيان حبلها كهينين ما يول على مسابقة ولا شيء قار واحد مركز الله بلعبه برنامج كده مركز اللي قد بيه مسابقة واحدة إن مدى سكالياتي برنامج كاسي قار واحد سيدي كو صوب بلعبان طيبا مركز ده تقريبا هذا سيديه سنة مرحيسة سيديه سنة كدب وحنو تشعلنا هاي مدى حوينها يستغلوا إنو كسو انتنادو إنو كسو ضحي قيبتي حبلها وفرين تانا ولا الوان وقفة إيدي سن لها إن مركز نصو نقضي مسابقات كينا كالي ولا المر والباء مسابقات كني كله ويسعودان صامين حوجن ملها. مسابقات كوه حلوة قبل شيء أردت برهن القرآن كده لما ينسأني كسر بحان لكن أشدد وكله أحدين. هذا وانا كله حق له شن لحم درس دود أما تدوم درس دود مسابقات الإنجليزية. بالهرجيس وتقريبا تضبط بقول سيدات بقولوا مدرس دود أي كوي إعلان بسبب المسابقات أي موايا محيطها. والله بقى ريموت. مسابقات يهرتا مدارس كقار كود بقى دوانيك هرنا أصلح صيوا سوء علني أرضي دي حرة بالخير إن الله سمايو أرضي دي سنة كه القرآن كلام يسوي بقى ليس تصالح خصينا يا أنا جاي من رمضان تا وحلقي يا بأرضي يجلي مسابقة القرآن أما نصو ديري يك قيب جليها هو أرضي دي لقي يا ببشن كوب هذه ندميان قرآن أرضي قاسو حلا ترتمي يا أرضي تضبصنا كور مسابقة كتشر وسجارة لو ديارني لنا عمرك الله يجو تعديل دماغه، ونك هيك على علف قادل هاي أرضي هيك على علف قادل هاي، وأكيس كسنة كذا ميين، صار ما حدا، عمرك عندي وهالك وحن ران له بالدبها الله قن نقطة جديدة هاو قن نقطة، كل شيء هادو ينكود الله بحر الله يراهدو أرضي ده، وحكى قيب قلي أرضي شين قيب قلي وأرضي دي لبدي سنة ودم بيسين قرا كذا ميين، خلاص تتنش هادو يمكن كنا ما هو أنا ها تسيستم كذب الله قطره، ولي بعنا وحصيت على الله، ترتن كي امتحان كي امتحان كي وزارة أوقاف تي شهادة إن لقاهو. دو كنا قلها مسابقة. سنة كأرضي امتحان كشهادة وفريستي. شهادة وزارة برنامج قلعي أيوم بحقو يلا لحين قلع. وتحصل ده الكفاءة يدوين بيكسو قلي لهاي. مدارس كنا نقرب وساق علاينه. تحس وح إيمان لاين إن وزارة بدأ امتحان كي قاسي شهادة. وزارة وطن قاضي صح. طيب دي بالكوردين لها. المدارس وأرتيز ديارنا يا ببرنامج هو حوجيسل لها تبى الله قدر نقول لها وحى ينصب بحي لها تقريبا شاب قلت طب بقول حافظ أو وزارة جودي ذي امتحان خقاضي أو مسابقة ذي قرآن كان الجلية وقارو تحي ده إنك اللي فتركنا نروح حسابنا بريه هراء أنكو يرى النقطة بريه هراء أرتيز المدارس كصباح أرتيز رنتي بسم بها هاي وحى نقول كيرين رمضان تيجي شرين مساجد ده، لما كل واي شرين الدار وحويان الحفاظ بدهم بينوتش وقتي، ما أنت هذا دب قصور نقطة، رمضان لما بيروس تح بيروس كهرباء لسيب على السنة، بمعنى ما شرنا واحد بصوا بحال، وهذا الحفاظ دي أيه نسلحين قراها النقطة نصوب حال، يدل في الكيد ماشي ويستأكد، بركات هانك ده قضيت بنقطة، بروح نقول لها نهضة مسابقة ده ما كل قصور نقطة، جود هم بمسابقة ده نادى حبشين عندي بالواقع نقطة. او گودی هندی بلاغ نقض. وای. گودی دکار صور که اندی بلاغ نقض. وای. و قطب. آن آنو حس هیو. وای. آن چهل های رونتی این گودی هندی بلاغ نقض ما هنده. دیم قرار مقرین فربدن بدال کچوکتا. آن لغی آب قار کود این آنی دی سومالی احیانو یمنیی هین. آن دی حقی گر صور کی عنا بانو فرع این یه قاضی کرایه. وای. این قراءات لفتر کودی. وحوين إلا قراءات مركز قرط مسابقة دي قاضية روح أنت إعلان لها برضو جودي داين لقول نقطة جودي كرسوار ها جودي كرسوار كترتك ترتنا ذا وح أنت إعلان لها إن لقول نقطة شروط لقول حرية مدارس مركز قرط كود واحد هذا شروطي لخلافه شروطي لخلافه وحلقة يبقى شروطي المانت اللي جوه يستي سنة كان مدارس قرط كود قار سنة قدمين الله فصحه يد اللي فتر كيدن وح فردي ما قرار الله شروط عيمن أو أطالع أولو أجي هاي إن دي بلاقو نقطة الله تياري وحكم هذا الشروط بسهل مساعدكم مجلي كرو
مساعد مسابقة القرآن كرب ذات بقري كرو معلمين بقى شيء معلمين مساعد داف دمركم معلن أرضي لا ترتميو سوى معلنا شروطي ولا خلاف مركب حن شعلان لها إن ميو حلق فيها شروطية سيستم كينا إندي بالله قلنا قبل إيه واحد شعلان لها يو كله بل حقا دي مسابقة دي لفتر كيدا وادرقتي مصطفى وحلقة يابا مسابقة دي كالنت كوباد قاربة لسي وي إنك كالنت كوباد وحلقة يابا قاري طبون كنو دولار بوقات وي كالنت إلا بعد لابا كنو دولار بوقات وي دي دي لفتر كيد وا لنا عمرك اللقاء يو وي دي فرقك انت لقو حلقة يابا بوينت وان إنك لسرية وي محاكي يانيك كوباد وان بوينت وان بيك لسرية مركي لقيبي وي دي على الأقل بل إنه يسكو سودا وي oo day ardaydi jaaysadahoodi jaays isku dheelitaan ay noqdaan halka waxa ku jira tartanka hablaha la qaado isagana sida inamada deej waaysta sarsare loo siinayo in habla laftirkoodina jaaysta la siiyo oo day wax weeyaan ama jaaysad u dhiganta gaara inanki la siiyay wax laga yaabo inanti laab xogay laab ama laptop la siiyay yaro kharasha ama xogay yaro kharasha uu la siiyo laakiin oo aan gaarahayn inta inamadu qaateen labadood buu waxa ku tartamay soo dhankii juusay quraanka marka waxaan jeclaan laha qaybta hablahana caaw aad baro adkaynaya een bal in tartanka lagu noqdo oo hawshiisa dib looga fariisto oo waliba anigu waxaan jeclaan laha gudida tartanka gacanta ku haysa jamciyadka ay kala shaqeeyaan oo la raad jamciyadku soo gudbiya ardaydi u dambeysay ee sanadadu u dambeysay gasha shuruudaas ay ku xireyna gudii ahaan kuwaas ay ku dhigayna waayo ubad ko dhan waa ubadkeena waxaanu jecelnahay musaabaqadan musaabaqo qurux badan ee noqoto ee naga baxda ubadkuna waa ubadkeenii cadaaladiinada waa muhiim waana halkii rasmiga ahayd ay tahay in la ilaaliyo marka shuruudda la dhigayaana dawada kala saareysa hadii shuruuddu la khilaafo qaran la soo dayqaana ay ku xiranto dayada laftirkeed wala cadaalad darra ka dhalanaysa taana walaal waa soo jeedin laha waxa kale oo soo jeedin laha oo aan marka la xusi laha imtixaanka shahaadiga wasaaradda way runtii waxaan oran lahaa waa barnaamij tayadi madaris kana kor u qaaday way imtixaankaas korbu u qaadaya tayadi dugsiyada quraanka way maanta waxyaabo qaar kood wax laga yaaba madarasadu in maamulku iyo macallimiintu imtixaanka qaadaan dadana shahaadadii geeyay wasaaradda awqaafto ay soo tasdiiqso shaabad ku soo dhaafato way anigu arka qalad baan arka way tasdiiqinta qayga dhig way waxaan jeclaan lahaa macnaha ardaydan kalsooni buuxda wasaaraddu waxay u siisay kulligood waa xafaad halkaas leeyir fahamsiin shaabadii wasaaradda inay soo maray wasaaradda ka soo baxday shahaadaasi ay soo martay way ardaydaasina macnaheedu waxa u dhigantay shahaadadan xifdiga quraanka ee ardaygani qaadanaya waa mid in ay waxa weeyaan wasaaraddiina ogoshahay oo ay qaadanayso oo waxa weeyaan dhameystiray shuruudii macnaha ardaygaas waa xafidii quraan suudankii juzba ah way adu markaa maxaa tabaysaa anuu waxaan tabayaa tiibin loogu soo noqdaa wacane anuu waxaan tabayaa tayada si loogu noqdo imtixaanka laftirkiisa inay wasaaraddu qaado way oo wasaaraddu inta imtixaanka shahaadiga qaado guddi u sameeyso muddaba ha socdo haduu doone guddidaas imtixaanaadka ardayda soo saaraan lagu dhawaaqo la iraahdo tarta imtixaanka shahaadiga sanadkan waxa ka qayb galay 200 oo arday oo xufaada 200 waxa soo gudbay 160 tusaale ahaan 4 way hareen waa cadaalad rasmiya way guddi baa ka qaaday macallinkiisa kama qaadin ardayga laftirkiisu dadaal xoogan buu galay madrasada laftirkeedu ardayda soo saaraysa arday dhisan oo tayala bay noqonaysa marka aanu qodobka waxaan oran lahaa wasiirkuna maalintii dhaweeytay waaba ka dhawaajiyo qodob soo socda waa ku sheegay wuxuu dhigay waxaanu gaari doonaa iyadoo imtixaanka shahaadiga la qaado laakiin waxaanu jeclaan lahayn hawshaasi waa hawl muhiim ah oo wasiirka laftirkiisu de intan uu joogo waxa laga yaaba inuu hawl wax qabad weyn u noqoto midaynta dareeska wadaynta waqtiyada fasaxa la galay manhajkii oo socday imtixaankii shahaadiga wasaaradda awqaaftu qaadayso manhajka raaca quraanka oo dib loogu noqdo oo u dhigma macnaha mustawaha galaas dugsiga hoosana u dhigmi kara galaas 4 oo ilmihii maanta quraanka 10 jirka mise 9 jirka quraanka dhameeyay de iskuulkii mustawa fiican uu ka fariisan karo dhan kale haduu isla macaahidii shariicada galna de mustawa fiican uu mustawa saddex halka uu ka qaadan karo taalif tirkeedana walaal waa mid aan soo jeedin laha way in guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayay soo gaarnay dabcan caawo barnaamijka caawiska quraanka waxa martay inagu ahaa mubaarak oo loo garan og yahay khaadimul quraan in barnaamijka caawiska quraanku caawo waxa uu daarnaa
دوكسيه القران الكريم كاه يو 10 كي سنه او دبي مبارك وحا او كهدلي قودو دورا و هو كهدلي حق ترتنكا و هو كهدلي ان علاقات كدخيه وزاره الدين تي اوقاف جمهوريه سوماليلاند يو مدارسك ان مبارك وحا او سو جيديه تلوين اد يا اد او تيرا بدن ان مبارك او غنتي يي غبغبدي ان فرينتا اد سي غود برشه سوماليلاند هلكن او دري سامحيت ان ولال وحا ندريا فريمو دورا و كو ورتا ومدى وزارة أوقافت مدى فريمها ندرى كل وسود حجلي دونتها وح كم إذا مدارس كندي بالعون نقطة تيدودي ولا له مركز صار لي هاي رنت ضيع بدن باكرة كوحا لي هاي ورتا وزارة أوقافت ندي بها وقول نقطة ومدارس القرآن كا سأبد كين أبد كين أصوب بحياة تيدي وحبر شود ذكر النقطة أين هالكاسي حوجسو وقضبة دور كاين الشيخ نيبا qaar ay samaysayno ku amaanayno iyo qaar ka dhimanayno leenahay soo kordhiyaba halka ka sii wado fariinteeda kalena marka aan ku celinayay oo fariinta madaxweynaha halkan u marinayay musaabaqadii qaybta hablaha ee raayiska iyadana waa muhiim in waxa weeyaan halka iyadana sanadkan aynu ka eegno wasiirkuna da waxa weyn hawshaas uu ka hawlgalo qodobkaana walaal waxu silaha qodobka saddexaad ee kale ee maamulayaasha waxaan soo jeedinayaa يا معلمين طبعا أبد كانوا هينا وأمانة ليس كل دبا أمانة ضوق قارصا أمانة داسي إلى سبحانه وتعالى هرت ولين ويدينا يا لما أنت ينبا نقول إسكال قاد قاد هاي إني نوجد دالنو طيين تودي واختي ودين لوقف هايديو أو أي ماشى كاب حدا المهني تضرب صنوسي سعودي وحنا ما دغنين سدات سنو مدرسة دات تجي لما جوزنا ما دافن إني ماشى كاب حدا أو عروتي ودقيستودي أي ندبقو نقولنا haddii noqoto tirooyinka fasalada badan oo dhaliil inagu ah maal walbana la sheego inaynu dib u yareyno tayeynta macallimiinteena tababarro inaynu siino inaynu xoojino macallimiinteena laftarkooda iyadana waa mid aan u dirayo goobaha laftarkooda inay dib ugu noqono oo goobii dugsiyada quraanka ay noqdaan sida iskuulada u horumarayaan si ka badan inaynu wax weyn u xoojino waliba meelaha qaar kood maanta iskuulada ta madarisa kaga horeeyo mustafa oo aku halkaan ku tuure maanta MMT fi barnaamijyada oo qabto ugu faraha badan waad aragtay boqolaal dugsi quraan oo quruxdi ubadkeena ah ubixi ubadkeena soo baxay ah oo laga yaabo qaar kood fidaawashadoodu kaliyaata inay intee milyan gaadho ayaa maanta soo maray waxaan oran karaa xagaasi nashaadka iyo dhirigelinta iyo waxa weeyaan xafladaha ubadka lagu dhirigelinaya waxaan oran lahaa sii wada maanta iskuuladana waxaan oran lahaa ta xagaas iyo doorarkan waa madaariskii way xoojiyeen idinka laftarkiinu ubadkayagii iyo ubadkiinu baad haysaan iyo ubadkii bulshada inaydun sii laba laabtaan oo nashaadka xoojisaan waan u soo jeedin lahaa haddaan soo noqdo markaa maamulayaashu inay hawsha dib ugu noqdaan macallimiinteena xaalkooda dib loogu noqdo oo macallimiinteenii aanu tayeyno macallimiinteena la dhirigeliyo macallimiintu dhirigelin buu baahan yahay sida ardaydu ugu baahan yihiin macallinka la dhirigeliyo oo macallinka sanadka la soo saaro oo dhexdooda la ilaahdo sanadka waxaan xusaynaa macallinkii ugu wax soo saarka badnaa inagoo ku dadaalayna ikhlaaska Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirti aynu ugu cibaadeysanayna quraanka aanu dhigayno waa cibaado haddana da musaabaqadii khayr in loo tartamo qayb ay ka tahay marka inaanu macallimiintii dhirigelino waa qayb ay ka tahay maamul ahaan inuu xoojino qayb ay ka tahay waalid ahaan waxaan u soo jeedin la iyagana talada waalidow horto waa marka koobaad ubadkaaga de adiga u dooray halka waxbarashada ka baranaya ama ka dhiganaya meeshii aad u doortay aad u soo qiimeysay buu ilmahaagu dhiganaya ilma yar maanta afar jirki oran may halka igi laakiin wuxuu dooranayaa halka geeso meel waxbarashadeeda aad hubto oo tayadeedu wanaagsan tahay ilmahaagu igi macallimiintana la socodkoodi badi ilmaha waalidka iyo macallinku ka wada socdaana waa ilmo guuleystay وإلمها صوبها وإلمها ما أنت مركز دليل لو أركب بره الله صحيح لكن والد مركز كذب إما ويدو ده وحبذا بعد عيا هو صدق عبذا بعيا مريا ننكاس وارد ننكاس والد كفرين تحسن مريا فرين تلا بعدين والد كوم مريا وحيت هاي والدو في جد دكسية القرآن كو هو سيا في جد دكسية القرآن كو والد به هو سيا وحنش إعلان لها إن أيدون هل كان لحوشي وفي جاسي إيو مدارسكي إن لقور حيو oo wixyaabi nashaadaadka oo aha laga warhayo oo wixyaabi dhirigelinta oo aha laga warhayo oo ubadka laftarkiisii dhirigelin ahaan loo sameeyo fiiga yari runtii marka la eegayo madaariska waxa laga yaabaa culaysi badan baasaaran bilaashka ku badan
وين ما أنت وحلاقي يا أبا مدرسة والبا بقول أرضي بلا شيء نادكتها ما قاعدي كرتو إن وحويا أرضي كلو فربضانو كان سهلين إن يجون مدرسة دي هلانو أي كفاءة ديستا بركو حنا لها والدين ت محسنين ت أهل فتركوده تكسية القرآن كإدين دو واحد وادو تيجي كرتها حضرنا كرتها ما علين الله بأقوني هدي كلام فيه وضم بحنايا الله بأقونا أنا فيه وضم بحنايا أبد كي كرتها عناية أبد كارا أيو الله كوبركينيا عافيماتك كوبركينيا الله سبحانه وتعالى مركو حنش إعلان لها بظروف تلف تركود والدك أنت وحيصة إنك كقيب قاطان وحوشة وجادان مدارس كعليس لا صارا رنتي كروين بضبط صارا إن بلاش بدن بتشوجا والد كقيب قاطة أو في جهدين حوتشين كرتان حوتشية وديبو النقطة وديري جلية وقرب تاجنا هذا ما ملك يا معلمين تا تحسين واتها تكسيد القرآن كل بنور فتشين إنه إن أي نصب بحام بنور فتشين إنه حتى كسي تيدو ذكر قصي كعضو حفاظ بضم بنور فتشين إنه أصغر حافظ إن أي نهلني بنور فتشين إنه أو سجال تري يتبين تروح حفاظ القرآن كي حفظا كدي من علومتي كلا قراءاتك هي علومتي شريعة إنه صيب رنين أبها نهاي مركها تانا محمد المرينا يو ده إن نحوش نجودهان مسابقات كان وفرين تاكلنا ولا لوان دريا محسنين تلفتر كودا إن إنك قيب قاتان برنامج هذا وحي تكسيد القرآن كأه سجارة حافظها أبهان أما ضير بدن تشوكته أو أبهان تكسيد القرآن إن المالك اللي أو المحسنين تلعقوا بحيان وحتى هذه توقف بدن بعشرة ولا لو إسكحران مدارس بدن ووقف فضت كنتي وقفين حتى نحرم بعشرة حافظها كتيرة فعرض لها وزارة أوقفتها كهول قشة أو مدارس قصة وكلها دق عنده كل دكتور أو حافظها لوصة مايو صد حفر معلن بشت كي دولة الله قدر أو أي وزارة بحصو وحكو برا لا أنت هسو أرضيها أي كفاءة دي سن لهيد تحسنا ولا الوقت الآن سو شيء دين لها كلي وحلاقة يابا هذا الكي قدر قلادات كتيرين هاي قرر لها هذا نقولوا إنك كوي رفقة هذه أما كلمة قلدان أن وحوي أن أسوه مري هل كان كدر يا مي هاي قرر لها هذا وحيقا هيدون إن النفط إذا إن فيه نيجود هام فداينو صحنا أو إن هوشين دي بقول نقوله إنها حسن ولا كسو كوي بالأخير الله كسيه وهاك دوري الانت وحي نكسو قبقبين ان برنامج كعويس كقران كريم كا او اينو هلكن ان اذا كسو بحب برنامج عويس القران كا وحي نوغو تلا غلنين ان سو عسونو ان دليردين قران روغا ايو ددكا قونتا اوله ان مخاينا قران كا ان تضبات كان برنامج كا وحي نكو قادنين 10 كي سنه اي او دبيي ان مدارس كقران كريم كا ايو مخايدين مخا دليلها مخا هربرها وها انت سيبا انو ففهي مبارك جامع إن مبارك سين هروش يعني وأمامله جود دكسية دار الحفظي وكيا العاصمة هرجيسة وحوكها لقد برد وراء آد وتربضن مبارك وحاء وهل كان عرب كوك أدكي حاجة ترتن هذا بركلا جور رميو ترتن ك بدحويله وبلابي بدحويله هوريج بريد الصومالي لان مدن أحمد محمد سيلايو وهل كان سجل أفتركيس الدعاء أمري إن وهذا نو سي أم بقى هذه ترتن كاسي بدحويله هذا شوقة إن هذا مصبيح intertan kaasi lagu soo daro janibki kale ee habla wa rajaynaya fariintaasi in ay si toos ah u gaari doonto wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mubaarak waxa uu ka hadlay qodobo fara badan oo isugu jiray soo jeedin sidoo kale dhaliilo jirana farta ayuu ku fiiqay talooyin fara badan halkan waxa uu mariyi maamulayaasha si guud bulshada Soomaaliyeed iyo waliba muxsiniinta Soomaaliyeed oo inay ka hawlgalaan القرآن الكريم كا يبرشديسة تاني ينتينو كوكل ما ين برنامج كلا أو كان كسيح صبرا وحن كوكل تجينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مبارك أديا دوماسات.